اسانس من النعناع، اسانس نعناع، بصي يعني شويه صغيرين جدا حلوين قوي، ونعناع فريش يا سيدي. يا استاذه وفاء معلش، يا استاذه وفاء اتصلي بينا تاني، معلش يا استاذه وفاء اتصلي بينا تاني. تلج شوية مية، المفروض ما نحطش مية ونحط حليب بس نسيت معلش. بعد كده أقوم واخد عندي عصير ليمون، عصير ليمون بلدي، عصير ليمون بلدي أهو، سكر حلي، وبعد كده أقوم ضاربين عندنا الخليط ده كله مع بعض. بسم الله نجيب عندي شوية من الأسانس كده نحطه في الكاس نفسه، الجدران بتاعة الكاس، نفس الكلام هنا شوية صغيرين قوي، وهنا برضو نفس الكلام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا العصير الحليم شكرا يا استاذ جمال يا محترم. لو الناس تسمع انت بتقول ايه، نفسي اسمع الناس والله عشان يعذروني. تمام كده،